يقول: عند قراءتي للقرآن أمر بآيات يؤمر فيها بالتسبيح والتحميد والحديث بنعمة الله وغير ذلك من المواضع، فهل أحمد الله أثناء ذلك؟ نعم، إذا مررت بآية فيها ذكر الجنة تسأل الله، يا ذكر الرحمة تسأل الله، وإذا مررت بآية فيها ذكر النار وذكر العذاب تستعيذ بالله، وإذا مررت بآية تأمر بالتسبيح أو تكبير الله عز وجل تسبحه وتكبره، لا بأس بذلك. نعم.